هناك وثيقه تم تداولها على صفحات المواقع الاجتماعيه متعلقه بمنظومه الاعمال بمدينتين، اظنها وسط الجناب يا جماعه. عدنا كل شيء. الملاحظات الاوليه على هذه الوثيقه انه معناها تم تركيز وحدات قاره ووحدات توسيط. العمل طريقه العمل التي اعتمدت واحنا نرفض هذا بالرجوع الى قصر العمل بعض المهتمين انه اعتماد المنظومه الداخليه لوزاره معناها لوزاره الداخليه مع ربط معناها بالشبكه الداخليه انه مرورا بهذه الشبكه هناك معناها تسجيل آلي، والتسجيل الآلي ده لا يمكن ان يوحى لانه يتسجل في الديسك دور مش اقراص، من اي عمليه تتعدى على المنظومه الداخليه. لذلك علاش في التوزيع تم اعتماد على الهواتف القاره؟ واحنا هنا لازم نركزوا على الهواتف القاره. لذلك علاش اداره المحكمه انه على الاقل لانه يعني ان كان ما نجموش نتحصلوا على المحتوى بعد مده طويله تحصلوا على معناها مكالمات باش نعرفوا هل انا ثم تعليمات جايه من الهواتف هذيك ما تقولناش هواتف اخرى. هي الاول. اثنين ثم منظومه نعتمدها في نفس الوقت هي منظومه الحرس الاقليمي. ثم معناها حضاره قاره وخاصه حضاره التمشيط. حضاره التمشيط هذه ما تنجمش تعدى عليها برشا حاجات كيما المنظومه اللي تعتمد على منظومه التدخل تعتمد منظومه الحرس الاقليمي. هذا ما نحبوش نسمعوه بس كنا مشاهدين كيما السيد يوسف السيد السنوسي سيد احمد القاضي سيد صابر الخليل. نحبوا نسمعوا في السماحه مع نحبوا كشف في ارقام هواتف دخولك وزورك. شكرا.